زاهر، يعني في شيء اوريجينال عم بيصير هون كتير ببتلون. بيت سرمدة. شو بيت سرمدة؟ وهو شو الحجارات؟ وهيدي شو الجورة؟ وفسر لنا وفيتين على البيت، فسر لنا أكثر لأنه في أشياء جوا قال شيء بيطير العقل. خلينا نبلش هون. يلا حنبلش. شو سرمدة؟ شو؟ سرمدة يعني سرمدي يعني. سرمدي بالضبط. سرمدي إيه شيء الأبدي، الأزلي. 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 السرمدي. السرمدي الأزلي. بيت سرمدة، هلا حنوصل لبيت سرمدة بس لازم احكي عن سرمدة بشكل كتير سريع. سرمدة نحن مجموعة شباب وصبايا بنشتغل بالفن وبالمسرح. أوكي. اخذنا قرار بال2017 انه ليه حاصرين حالنا كلنا ببيروت، ليه ما بنطلع على مناطقنا بنعمل هيدا الفن. وجينا بال2017 اشتغلنا ببعقلين بالمكتبة الوطنية، تواصلنا مع كل خريجين المسرح بالشوف. حلو. جمعناهم بمكتبة بعقلين الوطنية، هني وصلوا تقريبا 300 شاب وصبية. حلو. واشتغلنا مع 250 شاب وصبية هني هواة عمدة سنة. وقدرنا عملنا أول عرض مسرح اسمه أضراب الحرمية، أكيد سمعتوا عنه. أضراب الحرمية معروفة. هاي أول مسرحية كانت. من ثم أخذنا قرار أنه يصير عندنا مركز ونثبت هيدا الشغل لإقبال العالم على هذا النوع من الفن. فأخذنا هيدا المركز هون بيت سرمدة، هيدا البيت هلا بتشوفوه. أوكي. حنبلش من هون. هيدي الجنينة تبع بيت سرمدة. هي عم بتصير بوتانيكال جاردن. إيه؟ بوتانيكال جاردن كل الأعشاب اللي بتطلع عنا. إيه؟ نزرعها هون ومنشرح عنها وعن فوائدها اللي نسيتها العالم ونسيت فوائدها اللي هي كنا عايشين عليها. الأعشاب الطبيعية. أعشاب الطبيعية. ايه؟ في جورة هون، شو هي؟ هيدي جورة، هي البركة اللي رح تصير، لأن في أعشاب بتحب المي. ايه؟ فلازم نزرعها حد المي مثل ما هي بالطبيعة، حد إما الطبيعة. نعم. وعملناها من دلغان ومن من تبن. ايه؟ مثل ما كانوا يعملوا جورة. رح نرجع للدلغان يعني. 100%. أوكي، لحتى ما نحط بتون كذا. فينا نعمل هول الأشياء بكتير بساطة. أوكي. يعني. هول الحشايش شو بنستفيد منه؟ نحن الحشايش حشايش طبيعية مثل ما بيقولوا يعني. هاي دول اللي إذا ما بدنا نبعد كتير من 60 سنة كانت العالم عايشة عليهم تتداوى فيهم. الحشايش 70 سنة. إيه منن يلي بتطلع أعشاب سبونتاني هيك 100% يعني. 100% بتطلع. إيه؟ بالطبيعة يعني. أوكي. اللي زرعناها هون ومشين فيهم بشكل شوي بطيء لأنه ما عنا مخزن بذور لهيدي الأعشاب. يعني لهي الشتول ما عنا مخزن بذور لإلها، مضطرين ننطرها لتطلع بالبرية ونجيبها لعنا. فهلا رح نعمل مخزن بذور تحت محل ما الخشبات. هول الخشبات بالضبط يصير. ايه؟ في مخزن بذور لهيدي الاعشاب. حلو. لانه اذا انقرضت عشبه من هول الاعشاب بتخيل، ما بعرف اذا بأهدن عندهم بذور لإلها او برات لبنان عندهم بذور. ليش في بأهدن مخزن بذور؟ بتخيل بلبنان، ما عندي معلومات مزبوطه بس. ايه؟ بتخيل في مخزن بذور. اوكي. لهالاعشاب هيدي. وهلا عم ننزل ورح نفوت على بيت سرمدة لجوا. بيت سرمدة من هون. هيدا هو. أوكي. بيت سرمدة هيدا المبنى تعمر بال 1910، كان أول مركز لتسجيل قيود السجل العدل. ايه؟ سجل رقم السجل نفوس يعني. نفوس. ايه؟ كان هيدا أول مركز، ثم تحول لأول مدرسة بالضيعة أيام ما كانت معلمة وحدة تعلم كل الصفوف، وكان التلميذ يجيب عودته معه حطبته معه أو ترده على البيت. حلو. أو رجع تحول. حلو. لمركز بلدي، رجع فترة سكن، لهيك نحن اخترناه ونرجع نعمله مكان عام. فينا نفوت؟ أكيد. فينا أكيد. أوه. أوكي. هون الشيء الحلو. موني. هيدي الموني. أوكي. نحن بالفن تبعنا نحن عاملين أضراب الحرمية لهلأ وعاملين مسرحية رهائن. أضراب الحرمية انعرضت 10 عروض، حضرها فوق 4000 شخص. حلو. تغطت من كل وسيلة، 32 وسيلة إعلامية تغطت. حلو. رهائن بأسوأ الظروف كان عم يمرق فيها البلد، حضرها 1500 شخص. حلو كتير. ورهائن تتناول موضوع المرأة. م. اللي هي أول ما نسمع كلمة رهينة بيروح بالنا لناس مخطوفين تحت قوة السلاح. لا. بس هناك رهائن عادات، رهائن تقاليد، رهائن خوف، رهائن مجتمع. رهائن المرأة هي رهينة المجتمع الذكوري. فهي الرهائن اللي اخذت ضجه بالصيفيه عملناها اكيد بالتعاون مع البلديه. وشايفه موني انا هون. الموني. اوكي. نحن كوننا ما عندنا تيكت من المسرح تبعنا، ما بناخذ تيكت. اوكي. وما بناخذ من التلاميذ اللي بنمرنهم، فاجتنا فكره نعمل اكتفاء ذاتي تقريبا ونخلق بيئه حاضنه لنا. فعملنا نحن تحت شعار من الموني رح نعمل فن. هلا من السنه هاي من الموني عم نعمل فن، اللي هي نحن عم ناخد من المزارعين اللي بيشتغل بيزرعوا بطريقة مستدامة. وعم نشغل نساء بصناعة هيدي الموني ومنبيع هيدي الموني، ومن الأرباح تبعها فينا نغطي مصاريفنا. سموها باللبناني من دهنه
سقيله بالضبط. هي هون شوفي هون شوفي زاهر. هي صالة التمرين هون. صالة التمرين هون اللي عم نعمل التمرينات تبعنا. اوكي اوكي شو حلو. ايه كثير يعني في روح من مشي عم تعمل شيء زاهر. من مشي من مشي يعني فظيع. برافو من مشي. وهون بتمرنوا الشباب المسرح هون, هون طلعت مسرحيتين من هيدا المحل. واو مسرحيتين اخذوا ضجه على صعيد لبنان. حلو. من هيدا المكان من هي المساحه من هالمساحه وبهيدي الاشياء البسيطه اللي نحن رحنا على فكره ريسايكل كتير. جمعنا بنوكي كراسي اذا بتشوفوا كل كرسي شيء كل بنك شيء. كان في عنا تلفزيونات هونيك حاطينهم طاولات. قديشك عايش بسلام زي. يا الهي قديشك عايش إلهي. بسلام قديش النتيجه اللي عم تاخذها عم تعطيك هيك جود انرجي جود فايبس. قديش عم بتفيد المجتمع عم تفيد الشباب والصبايا. ميشيل بنفكر بشغل كتير بسيطه. كنا احنا كرمال شو عايشين اذا ما بدنا نفيد ما العايزه. ايه لتمرق بهالدنيا ببساطه. لشو ماري ببساطه اذا ما بدنا نفيد ما العايزه في مكان ما بالضبط. يمكن تفتح جمعيه خيريه يمكن تعمل اشياء صحيه يمكن تزرع وتشغل ناس مشغل وتشغل نساء بالضبط. فكل واحد نحن بعد تجربه 17 تشرين لقينا كل حدا من محل ما هو شو في يساعد وشو في يغير من فرد. وشغلة كتير حلوة قلتها وأنا لفتت لي نظري. مش ضروري كلنا نساعد بيروت أبدا. مش ضروري كلنا ننزل على المدينة أبدا. طالما قدرين نعمل الأشياء اللي بتنعمل بالمدينة نعملها بالقرى. هيدا كتير مهم وأجمل وأجمل صدقني أجمل بيسفل سلام صدقني سلام. أجمل بعيد عن العشقة يا إلهي زاهر لك الهدوء. أنا بدي هنيك ميشو thank you very much عن جد thank you بسط فيك أنا كمان كتير أنت فنان كبير شكرا thank you.